السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. إن شاء الله تكونوا بخير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله بيكون عيد كويس عليكم وتكونوا بصحة تمام، ولا تنسونا من لحمة العيد. طبعا إحنا بنمزح. اليوم بدنا نحكي عن مراجعة جديدة، وعن جهاز جديد، وعن موبايل جديد من شركة نشيطة، وكل يوم بتنزل لنا موبايل جديد، وكل يوم بتنزل لنا حاجة جديدة، وبتنافس بالسوق بقوة. هذه الشركة انتو عارفينها، شركة شاومي. اليوم قبل هيك شرحنا عدة مراجعات عن عدة أجهزة، في ريدمي 9، ريدمي 8، نوت 8، نوت 8 برو، يعني في فئات كثيرة لهذه الشركة، ويعني صحيح في عندهم خيارات مفتوحة وخيارات واسعة. اليوم في موبايل أجاني جديد ووصل جديد، وهذا الموبايل تم بيعه في الخارج في 26/5/2020. موبايل يعتبر لسه جديد ولسه ما نزلش عندنا على الأسواق، ويعني هذا الموبايل حابين نعمل عليه مراجعة، وصل لسه بالأمس، اللي هو موبايل ريدمي 10X، ريدمي 10X. هذا الموبايل بدنا نيجي نفتح الصندوق ونعمل مراجعة سريعة، بعد هيك إن شاء الله هستخدم الموبايل أنا شخصيا وأقولك كل تفاصيله، واي حد بده اي سؤال يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. خلينا نيجي نشوف الموبايل ويلا مع بعضنا، ولا تنسوا تعملوا اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس، اللي ما اشتركش ضروري انه يشترك علشان يصلك كل جديد. انا في عندي كل اشي جديد ان شاء الله في كل فيديو هيكون في هذه القناة. يلا. تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة الى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا. ريدمي 10X، مية وثمانية وعشرين جيجا بايت، 4 جيجا رام. دبوس بيت سيليكون، خلي الموبايل على شقة. عندنا وصلة تايب سي، مع شاحن سريع 22.5، نيجي للموبايل نشوف شكله، تصميم جديد وحلو، الظهر طبعا إزاز مش بلاستيك، 4 كاميرات. ايوه هيك، في هنا 4 كاميرات، في هنا طبعا الموبايل في منه الوان اخرى، تايب سي، السماعة الخارجية، المايك الاساسي، و 3.5 ملم سماعة الاذن، وفي هنا فوق طبعا ما بتنساش دايما شاومي بتحط الاي ار، بعكس الشركات الاخرى تحط اي ار، وهي مايك مانع للضوضاء. صحيح، رائع جدا، شكله حلو، 4 كاميرات، البصمة هي في الظهر مدمجة، والكاميرا مبين عليها هي 48 ميجا بكسل الأساسية أكتر. نشغل الموبايل، طبعا الموبايل بيجي على الشاشة سكرين، هيها موجودة لزقة، هيها مش عارف تبين او لا،
رزقة جاهزة على الشاشة يعني مريحينك. خلينا نعمل اعدادات الموبايل دقيقة واحد وارجع لكم. عملنا اعدادات الموبايل. هذا الموبايل بدنا ناخذ فكرة عنه ونشوف ايش هو. وزي ما حكينا هذا الموبايل في 26/5 تم بيعه في الخارج 2020، ويأتي تحت اسم مسمى شاومي ريدمي 10X 4G. يعتبر من الفئة طبعا المتوسطة. أبعاده طوله 162.3 ملم وعرضه 77.2 والسمك 8.9 ملم. وزن الموبايل حوالي 199 جرام، يعني وزنه برضو تقيل شوي لأنه هو أصلا الموبايل بطاريته كبيرة وما هو مش بلاستيك. زي ما شفنا الكاميرات هي مرصوصة زي النظام الجديد الموجود في شاومي على شكل مستطيل. الكاميرا 4 كاميرات والبصمة هي مدمجة هي في الظهر في إطار الكاميرات. خلينا نكمل. اطلاق منه نسختين. النسخة هذه اللي انا بشتغل عليها نسخة 128 جيجا بايت رامات 4، وفي نسخة تانية 128 جيجا رامات 6. نيجي الان زي ما شفنا هاي التصميم وكل اشي عن تصميم الموبايل، بدنا نشوف الشاشة ايش نوع الشاشة. الشاشة نوعها IPS LCD. حجم الشاشة كم بوصة يعني كم انش؟ 6.35 يعني 6.5 تقريبا. حتى يعني الشاشة ملاحظين انه الشاشة ماخدة يعني شكل كبير حوالي 83.5 من الواجهة، يعني حوالي 83.5 من الواجهة ماخدة الشاشة. التصوير طبعا قبل التصوير الشاشة 1080x2340 بكسل والشاشة فول اتش دي بلس ممتاز، يعني فول اتش دي بلس حاجة كويسة. نسبة الابعاد الشاشة 9x5x19 وكثافة البكسلات 395 بكسل لكل انش، وعليها طبقة حماية من نوع كورين غوريلا حزرويش جيل طبعا الجيل الخامس. وتصل درجة السطوحة الى 450 نتس بحد اقصى، يعني درجة السطوح هنا يعني هي اعلى درجة السطوح حوالي 450 نتس. طبعا بيقاوم قطرات الماء الخفيفة، الطرطشة حاجة خفيفة بقوة ما في مشكلة. نيجي الآن للمعالج. هل تعلم أنه أول معالج نحط في هذا الجهاز هو معالج من ميديا تيك هيليو G85، مش G80، G85. G80 كان في إيش؟ في الريدم 9، G85 في العشرة إكس. طبعا هذا المعالج يعني صنعوا تصنيعه ب 12 نانو وهو 8 نواة، نواتين طبعا في عنا نواتين كورتكس 75 بسرعة 2 جيجا هرتز للنواة الواحدة، وست أنوية تانيات بسرعة 1.8 جيجا هرتز للنواة الواحدة، مع معالج رسوميات مالي J52. وهذا المعالج يقدم أداء أعلى قليلا من موبايل اللي هو ريدمي 6i. تمام، يعني أعلى قليلا معالج رسوميات من ريدمي 6i. شكله عجبني كتير الموبايل. تمام نكمل. نيجي للكاميرات. في الخلف في 4 كاميرات. الكاميرا الاولى 48 ميجا بكسل وهي الكاميرا الاساسية وبتيجي من نوع الوايد، فتحة العدسة 1.8 وحساس فيها حساس الكاميرا نص بوصة مع دعم لامكانية التركيز التلقائي المرحلي. الكاميرا الثانية اللي هي كاميرا 8 ميجا بكسل وعدسة الترا وايد للتصوير العريض من زاوية 118 درجة مع فتحة عدسة 2.2 وحساس ربع بوصة. الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل وعدسة هي عدسة الماكرو فتحة عدسة 2.4، وآخر كاميرا 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 للعزل. يعني في عنا هنا 4 كاميرات زي ما انتم شايفين، وفي عنا فلاش ليد من نوع أحادي والبصمة هيها في الخلف. الكاميرا الأمامية شايفين شكل الكاميرا الأمامية مش نوتش، جاي الكاميرا الأمامية على الجنب هيها الكاميرا الأمامية على الجنب. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل من نوع وايد مع فتحة عدسة 2.3 ودعم البانوراما، وبتصور فيديو 1080x30 فريم.
هالكاميرات نفس كاميرات هواوي نوفا 7i. البطارية، البطارية بتيجي 5000، هاي البطارية بتيجي 5020 ملي أمبير، وطبعا غير قابل للإزالة. ممكن تستخدم البطارية كشاحن عكسي 9 واط، وقوة 9 واط يعني ممكن تشحن من نفس البطارية تأخذ لموبايل تاني. وطبعا خاصية لمبة الإشعارات مش موجودة في الموبايل. نظام التشغيل، نشوف نظام التشغيل. ريدمي 10X إصدار الـ MIUI 11، إصدار الأندرويد أندرويد 10. رامات الموبايل مبينة عندنا اللي هو 4. يأتي مع الهاتف زي ما حكينا، شاحن سريع 22.5 واط. ألوان الموبايل بيجي منه أزرق وأخضر وأبيض، وهذا يعتبر أنتوا شايفين هذا بيعتبروه يعني اللون الإيش، اللون الأبيض يعني بياض على هيك شوية زرق. سعر الموبايل 220 دولار. بهيك احنا خلصنا تقريبا مراجعة سريعة جدا عن هذا الموبايل الجديد من شركة شاومي. ان شاء الله هستخدم الموبايل انا واشوف كل تفاصيله وارد عليكم فيديو تاني، واي حاجة بتعلق بهذا الموبايل 10X اكتبوا لي وانا جاهز ارد عليكم. وهي كانت مراجعة سريعة لموبايل ريدمي 10X، واي حد عنده اي سؤال واي استفسار بخصوص هذا الموبايل يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه بسرعة. والى اللقاء في مراجعة اخرى في فيديو اخر، ولا تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.